صلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسألون الناس هل الاحتلام في يوم رمضان يفطر؟ الاحتلام في يوم رمضان لا يفطر، لأنه رفع عن أمة الخطأ والنسيان واستهلكوا عليه. منين يكون إنسان نعس مرفوع عليه القلم؟ الاحتلام في يوم رمضان لا يفطر، اسمعني مزيان الله يرحم والديك. من أصبح جنوبا وهو ناوي يصوم، صحيح الصيام؟ نعم صحيح الصيام، لأن الغسل إنما يتعلق بفريضة الصيام وليس متعلق بفريضة الصلاة. الغسل متعلق بفريضة الصلاة للصيام. فمن أصبح جنوبا وما غسلش قبل بالفجر وأصبح جنوب صيامه صحيح. نعم، هل يجوز تأخير غسل الجنابة إلى ما بعد الفجر وطلوع الشمس؟ نعم. ولو كان يوصل مثلا الإنسان بالجنابة أنت حتى المر عصر، نعم صيامه صحيح، لأن القاعدة تقول أن الغسل تتعلق بفريضة الصلاة لا بالصوم. أيضا المرأة التي طهرت بإذن الله قبل الفجر تنويت صوم ولكن ما غسلتش حتى النهار، أيضا الغسل من دعم الحيض والنفاس هو أيضا متعلق بالصلاة لا بالصيام، فصيامها صحيح صحيح صحيح. لا إله إلا الله. إذا جاءت المرأة الدورة للمرأة إذا جاءت الدورة للمرأة زيد وهي صائمة في النهار، بمجرد جيلها الدورة وخا 5 دقائق قبل المغرب تفطر بإذن الله وتقضي ذلك اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. إذا طهرت المرأة قبل الفجر فهل تصوم؟ نعم تصوم، والغسل حتى لو أخرته بعد طلوع الشمس وحتى العصر فصيامها صحيح، لأن القاعدة تقول إذا زال المانع عاد الممنوع. إذا زال المانع اللي هو الدم أي طهرت، عاد الممنوع اللي كان ممنوع اللي هو الصيام بإذن الله. أما إذا طهرت بعد الفجر، يعني كانت فترة، إذا طهرت بعد الفجر تمسك بقية اليوم وتقضي ذلك اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. السؤال الآن، هل المرأة تتعاطى وتأخذ أقراص منع الحمل حتى تتمكن من صيام شهر رمضان بأكماله؟ كي يسقسيوني النساء على قضية هذه الأقراص الممنوع المانعة للحمل، كي يقول لك نديروها إن شاء الله باش كنصوموا رمضان وما نحرموش روحنا بالقيام وكذا. أولا هذا كتبه الله على بنات حواء، والأولى أن يبقى الإنسان على صجيته، هذه الأولى. ثانيا يجوز لها أن تتعاطى لذلك بشرط أن لا يكون ذلك ضارا، فإن كانت الأقراص ضارة فيحرم أن تتعاطها، وهذا إنما يقوله الطبيب، هذا يخبر به الطبيب إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن واسمه الحكم أنه الأفضل أن لا تفعل ذلك. إلا بغيت إن شاء الله تعالى غير قضية الأجر، فالله يعطيها الأجر وخا هي حائض أو نفساء بالنية، أنت إنما الأعمال بالنيات، وتقدر إن شاء الله تعالى في ليلة 27 كان فيها دم الحيض ولا النفاس تذكر الله وتستغفر وتدعي سيدة ربي وربي يعطيها الأجر متاع الصيام إن شاء الله تعالى، وبعد ذلك تقضي. لا إله. القبلة الآن، هل المرأة إذا قبلت زوجها أو قبلها الزوج هل القبلة تفطر؟ قالت عائشة كان رسول الله يقبل وهو صائم، وكانت تقول إن القبلة لا تفطر صائما ولا تنقذ وضوءا، إلا إذا كان يخاف على الشاب مثلا مع زوجته إذا فعل ذلك أن يؤدي ذلك إلى خرق حرمة رمضان فيفطر ويمشي والعياذ بالله عليه الكفارة وعليه الأخر يخصو بعد إن شاء الله. الأولى أن يبتعد عن ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. إذن هذه مجموعة من الأحكام في هذه المسألة المتعلقة بهذا الموضوع، فنسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم لما فيه الخير.